مساء الخير، كل عام وأنتم بخير ببداية شهر جديد، شهر آذار، شهر المرأة وشهر الفن وشهر الثقافة وشهر الأرض، شهر اللي كله ياتو خيرات من بدايته واحتفالات. بهاي الحلقة الخاصة معنا ضيف خاص جدا، مطرب جاي من الكرمل وجبال الكرمل، من دالة الكرمل، صوت أثبت حاله، خطواته سريعة، خطوة ورا خطوة، وبفترة قصيرة جدا أثبت حاله وأثبت اسمه وعمل رصيد فني كبير جدا بفترة قصيرة. عم نحكي على الفنان من دالة الكرمل أيان حمادي. مساء الخير أيان. مساء الخير لك لينا ولجميع المستمعين. يعني بهالفترة القصيرة اسم الله عليك، اسم الله عليك، عملت اسم كتير كبير، كتير منيح. الحمد لله، بعد مثابرة واجتهاد الأعمال سنة ورا سنة زادت، والحمد لله ان شاء الله الخير لقدام. احنا مش معانا بس المطرب ايان لحاله، في معانا بالحلقه كمان اليوم العازف راوي حلبي. مساء الخير يا راوي. هيك مبسوطين انت معانا كمان لحتى تعزف لنا، هيك لتكمل الحلقه اكثر واكثر، يعني كمان موسيقى كمان غناء وكمان عازف. قلنا لكم عم تستناكم حلقه خاصه جدا احتفاليه من الطراز الاول. بدايه في معانا، بما انه عم نحكي على شهر اذار، الشهر اللي انا شخصيا بتفائل فيه من بدايه الشهر، من اول اذار، فعم نحكي على شهر اللوز. ومين اليوم بعده ما راحش يتصور مع شجر اللوز اللي ملي كل بلادنا وطبيعة بلادنا وجبال بلادنا وأراضي بلادنا؟ فحزريتنا من هناك، من شجر اللوز، زهر اللوز. عارف قصيدة هيك سامع فيها قبل ولا؟ سامع قصيدة على زهر اللوز. طيب، في قصيدة كزهر اللوز، فاللي عارف لمين قصيدة كزهر اللوز يبعث لنا برسالة على رقم الواتساب اللي قدامكم على الشاشة، لمين قصيدة كزهر اللوز. وإذا بدكم أساعدكم أكتر بقولكم كزهر اللوز أو أبعد. هاي جملة كتير شفناها وقرأناها في الفترة الأخيرة، لأنه اختار، وطبعا إن شاء الله يا رب تضلها دائما الصور الحلوة والفرحة مع زهر اللوز كل الوقت منتشره، فاختار اللي كتبه كزهر اللوز أو أبعد لمين هاي القصيدة اللي عارف يبعث لنا على رقم الواتساب اللي قدامكم على الشاشه. عارف لمين القصيده انت ولا؟ انا بشك اني عارف. بتشك انك عارف؟ طب انا بدي اساعد، ساعتها رح تتاكد انك عارف. يلا. شاعر محلي، هيك ساعدكم انا، شاعر محلي. عارف لمين؟ زاد. خلص هيك اتاكدت. وازيد هيك معلومات كمان، عيد ميلاده وذكرى ميلاده. لما عم بحكي ذكرى ميلاده فعم نحكي على شاعر راحل. ذكرى ميلاد الشاعر في 13/3 من هذا الشهر. شفتوا كيف قلنا لكم انه هذا الشهر شهر الثقافة؟ فاللي عارف الجواب يبعثنا على رقم الواتساب اللي قدامكم على الشاشة. ايان اجينا لعندك. يلا. يعني من البداية انا حكيت انه خطواتك كانت مع انها قليلة وسريعة وفترة عن جد جدا قصيرة وجيزة، منشهد لك انك قدرت تعمل، انا بحسدش قاد اعد أغاني خاصة. يا جماعة عدوا معي، أغاني خاصة لإله، مش بس أغنى أغاني لغيره، أغاني خاصة. سجلت أغاني كفر لأشخاص، لمطربين غيرك، وصورت فيديو كليبات، وعملت حفلات، وطلعت على أعراس. وانت عارف أنه بشكل عام المطربين خاصة المحليين بدهن كتير وقت وكتير سنين لحتى عن جد يمسكوا سهرة لحالهم، بشكل عام بيكونوا بالكورال. صح. شو أيان كيف؟ طلعي، إيمان في النفس واجتهاد، وحطيت من نفسي كثير. طلعي انا اليوم زي ما انت قلت في مسيرتي القصيره لحد اسه 7 اغاني خاصه، 4-5 كفرز اللي فيه منهم كمان فيديو كليبات واعراس وحفلات وفرقه موسيقيه ومهرجانات. طلع الاشي ما بيجش في الهوين، هو مبين بس بفترة قصيرة. عم نحكي على 3 سنين يا جماعة، 3 سنين، هاد كلياته ب3 سنين. صح، بس انا ب3 سنين اجتهدت كثير وعطيت كثير، والناس اللي بتعرفني بتعرف انه ايان كان يقعد في الأوضة لحاله يدرس، يخطط، دائما يعمل تدريبات، دائما ينشر، دائما يدفع من ماله الشخصي ويعمل أشياء جديدة لحتى يتقدم. ففيش إشي بيجي بالسهل، فيش إشي بيجي على الفاضي. يعني أنا متأكد إنه هذا الإشي إجا من وراء الاجتهاد تبعي ومن وراء الأعمال اللي مثابرة. مثابرة كان عندك جهد مضاعف أكتر من غيرك بهاي الفترة لحتى تحقق. أنا بفكر إنه أنت قلتيها بنفسك انه في هيك مسيره فنيه قصيره، ما بعتقدش انه في مطرب محلي اللي عمل هذا الرصيد من ناحيه اغاني او عدد اغاني لنفسه وحفلات في هيك جيل. فهم علي كيف؟ فهذا الاشي بدل على جهدي الزايد اللي كمان من وراء انا قدرت انه اتقدم. انا بدي احكي لك شغلي، انا مع
دائما، هاي رأيي الشخصي، انه المطرب او الانسان ايا كان شو ما كانت مهنته دائما يذكر المحاسن الموجوده فيه. اذا انا بديش احكي على الشغلات الايجابيه فيه، بدي استنى الناس تحكي عني، فانا مع ويقدر لك انك فعلا من الاشخاص اللي بفتره كتير قصيره قدرت تعمل كل الانجازات اللي عملتها. عم تحكي على 7 اغاني خاصه فيك. صح. اللي هني اذا بدي احكي لك بزملائي الفنانين او المطربين اللي انا بعرفهم اخذلهم تقريبا 7 سنين. بس حتى أزيد شغلي، هل ممكن لأنه أنت اليوم بهاي الفترة بتساعدك مثلا التكنولوجيا والتطور طبعاً. الموجود أكتر وأكتر، كمان الإنترنت وكمان كل هذا بيساعدك أكتر؟ طبعا. طلع اليوم الوقت تغير عن الماضي. في الماضي ما كانش فيه هاي الإمكانيات تبعت السوشيال ميديا، اليوم عندنا هاي الإمكانية، والشاطر اللي بيعرف يستعمل هاي السوشيال ميديا صح. وأنا تعلمت، كنت فوت وتعلم فيديوهات كيف بيقدموا الأعمال تبعوني عن طريق السوشيال ميديا، واشتغلت على هذا الموضوع، وهذا الموضوع كتير ساعدني بلا شك. بس طلعي أنا شخصيا مؤمن في هذا الطريق تبع الأغاني الخاصة والاجتهاد الخاص. في ناس اللي بتقول لك أنا بديش أعمل أغاني، أنا مثلا بدي بس أعمل حفلات، عن طريق الحفلات أنا ممكن أقبض مصاري، أو هذا الطريق اللي أنا بدي إياته. بس أنا جيت من طريق آخر اللي فيه أنا بدي يكون عندي رصيد شخصي لإلي، هذا الرصيد بضل العمر، ومع الرصيد هذا يكون عندي حفلات وأعراس، وهذا الاشي ما بيختلفش مع الاشي الثاني. يعني اللي هو اصعب، انت اخترت الطريق الاصعب. طبعا. اللي هو زي ما انت حكيت تماما، في اشخاص ممكن يختاروا بدهن يعملوا بس حفلات، انت اخترت الطريق الاصعب اللي هو كمان حفلات كمان اعراس كمان فرقة خاصة فيك، وانت 3 سنين أو 4 سنين على الساحة الفنية فقط، وكمان فيديو كليبات خاصة فيك تصورات، وكمان اغاني خاصة فيك، وكمان عملت اكتر من اغنية كفر. صح صحيح. هذا الطريق الأصعب، هذا الطريق اللي فيه كل شيء، مجازفة، فيه كل الإمكانيات المطروحة في هذا في عالم الفن، وأنا اخترت إنه يكون 100% في كل المجالات. بعد اللي هيك ما أقرأ أجوبة الجمهور على الحزيري، درجاك الحزيري، بدي أخذك نروح أنا وياك على الكرمل ودالية الكرمل. هذا البلد اللي كلنا منحبه، مين منا يا جماعة بيحبش دالية الكرمل وجبال الكرمل وخضار دالية الكرمل؟ هالبلد المحب والمرحب بضيوفه دائما، فتحياتي لكل عم بتابعونا من دالية الكرمل، ولضيفنا كمان من دالية الكرمل. هات نشوف من الأشخاص اللي عارفين الجواب. بدي أرجعك على الحزيري كمان مرة. الحزيري بتقول: لمين قصيدة كزهر اللوزي أو أبعد؟ شاعر راحل عظيم، وذكر اسمه في البرنامج كذا مرة، وكان في كذا حزيري لها علاقة في هذا الشاعر. ولد في 13/3/13 من آذار، ذكرى ميلاده. عن مين عم نحكي؟ مين الشاعر؟ لمين القصيدة؟ قصيدة جدا رائعة، فيها هيك ريحة الزهر، زهر اللوز، وإحنا يا جماعة كمان شوي عم نشم ريحة الربيع، عشان هيك منحب آذار. أنا شخصيا بحب آذار كتير، فيه هيك الربيع والورد والثقافة والفن والشعر ويوم المرأة، وأهم إشي عيد الأم كمان، وعيد الأم هو يوم المرأة، والمرأة الأم. تحياتنا للأم والأخ الصديقة. بعد شغلة كتير مهمة، عيد ميلادك. طبعا عيد ميلادي اليوم، عيد ميلاد لينا اليوم يا جماعة، عيد ميلادي. وفي شغلة أهم، شوف قدي أنا محظوظة بعيد ميلادي. أنا بحب تاريخ ميلادي 1/3، الأول من أذار، هيك بحس بتفاؤل وإيجابية بشهر أذار ومن بداية أذار، لأنه كل المناسبات الحلوة موجودة بهذا الشهر، ثقافية والفنية كمان، ويوم الأرض ما فيش أروع من هيك. عدا عن أنه 1/3 تاريخ حلو وعيد ميلادي، أنا محظوظة لأنه بيصادف عيد ميلاد كمان شخص رائع جدا. صح. اللي هو سبب بقعدتك انت هون وبقعدتي انا هون، قعدت الجميع، قعدتنا جميعا هون، هو سبب بانه القناة يوم عن يوم عم تكبر فيكو ومعكو، هو السبب بانه القناة جمهورها ومشاهدينها عم بيكبروا كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله، هو السبب انه هاي القناة عم بتكون لكل العيلة الصغير والكبير، هو السبب وراء نجاح كل برنامج عم بيكون موجود على البرامج اللي انتم عم بتشوفوها على القناة، هو سبب النجاح ورا كل برامج القناة. عم نحكي على مدير قناة هلا بسام جابر، لك مني كل التحيات والأمنيات، وألف ألف مبروك، كل عام وانت بألف خير، كل عام وانت كل الخير، عقبال كل النجاح أكثر وأكثر، إذا بعد في نجاح أكثر من هيك فأنا بتمنى لك مزيد من النجاح، وإن شاء الله سنينك كلياتها زهر، زهر اللوز وثقافة وفن ونجاح وإبداع وتطور وتقدم أكثر وأكثر وأكثر، وصحة وسلامة قبل كل شيء. بسام جابر مدير القناة وحفيده كمان، بسام سامي جابر، كل عام وأنتم بألف ألف خير.
120 يا رب. عبال 120 هيك صدقا الكلمات صدقني طالعة من القلب للقلب باسمي وباسم كل اللي عم بتابعونا اليوم. عم بحب هيك أهنيك وعايدك وقول لك كل عام وانت بألف خير مدير القناة بسام جابر. عشان هيك حكيت أنا محظوظة اليوم يا جماعة عيد ميلادي وما كنتش أعرف بالصدفة. أنا المحظوظ كمان اكتشفت وانت مع وجود معنا بالحلقة دير بالك هي حلقة خاصة جدا صح. يعني بالنسبة لإلي لأنه هالقد حاس إنه واو كمان عيد ميلاد مدير القناة بنفس اليوم جدا أنا محظوظة فتحياتنا لإلك كمان مرة. لازم تغني لنا معلوم. مش بس إلي ولا مدير القناة ولا بسام جابر الحفيد كمان وفي عدة أشخاص اللي عيد ميلادهم اليوم فتحياتنا لكل شخص عيد ميلاده في الأول من أذار وابعتوا لنا لحتى نعيدهن هني كمان بدنا تغني لكل شخص عيد ميلاده اليوم. يلا نبدأها بغناء وبنرجع للحزيري كمان شوي. يا سلام يلا يلا احنا بدنا نغني لل120 اول شيء نهني جميعا نهنيكي ونهني مدير القناه ونغني اغنيه عيد الميلاد الدارجه للجميع هابي بيرثدي تو يو. انزلي جميله يا رب امسك حالي وما اقومش انزل على الساحه وابلش ارقص يعني فتمام بمسك حالي يلا. انزل يا جميل عالساحة وتمخطر كده بالراحة انزل يا جميل عالساحة وتمخطر كده بالراحة مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي مالك طالع بالعالي يا مالي قلبي ليالي عمرك يا جميل. Happy birthday to you 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 120 يا لينا تستاهل. شكرا شكرا شكرا. مش بقول لك يا جماعه محظوظه انا اليوم وهي ايان شخصيا غنى لي هيك زدت الفرحه فرحه اكبر. شكرا جزيلا ايان. وبهاي المناسبه بدي هيك اشكر الاشخاص المسؤولين على الطل الحلو اليوم للرائع جدا وجدا زايد زيد محلاتي اند اي فيش في عمر معرتي اند اي للفساتين. شكرا جزيلا دائما كنتم وما زلتم عنوان للاناقه فشكرا على الفستان الرائع وشكرا للانامل الرائعه أمجد كيال شعر ومكياج تحياتي لكم. فهالقد مبسوطة وبحب أشكركم إنه أنتم كمان أضفتوا لهذا اليوم رونق خاص فشكرا لكم. بدنا نروح على الحزيري احنا طولنا عليهن على الحزيري شو رأيك؟ يلا هات نشوف الحزيري. أنا شايفة كم هائل من الرسائل هون يعني عن جد شكرا لكل اللي عم ببعته وفي قسم كبير عم ببعته لنا انا كمان عيدي انا كمان عيدي. فهاي الاغنيه مش لإلي ومش بس لمدير القناه هاي الاغنيه لإلكو انتو كمان لكل شخص عيد ميلاده اليوم. هاي من ايان مباشره لإلكم بث مباشر لإلكم. معانا هون حتى نشوف مين الشخص اللي جاوب على الحزيري وبرجع على الحزيري كمان مره. لمين قصيده كزهر اللوزي كزهر اللوزي او ابعد لمين القصيده؟ معانا هون في شخص جاوب صح. زين من وين يا حتى نشوف. رزين مش زين رزين يعني على الاسم رزين حسنين من وين بس رزين حسنين والاسم الرائع هذا من عبلين. وعلى فكرة اسمك أيان بحبه كمان ذكرتها كذا مرة أنا بالحلقة ببعتوا لنا مرات أشخاص اسمهم أيان فبحكي لي اسم أيان مميز فيش كثير الاسم. أيان إنه حان الوقت من كلمة أوان أيان من كلمة أوان حان الوقت فحان الوقت إنه نقرأ أسماء الأشخاص اللي جاوبوا صح. ومعانا هون في معانا أنا شايف كلها معايدات هون. معانا هون في شخص جاوب كمان صح. مين معانا بس؟ ليان شحيبر من شعب تحياتنا لك يا ليان شحيبر. وام ادم من القدس وتاليا مجدوب بتقول لنا برنامج رائع من ابو سنان شكرا جزيلا لك وتحياتنا لاهل ابو سنان. وعلاء الدين زعبي ويارا سليمان من المشهد وسامي السامعي هنا مجاوبين جواب الجواب هاي من وعد علي قفطان تحياتنا لإلك وكاتبه الجواب سامي السامعي الجواب غلط.
في معانا كمان هون حدا كاتب سميح القاسم، كمان الجواب غلط. وفي معانا هون كمان هيك، انا عم بهول عليكم يعني ذكرتوا كذا اسم، فمين بقي من الشعراء المحليين الراحلين واللي ذكرى ميلاده في هذا الشهر؟ زينة علاء عدوي من طرعان، تحياتنا لإلك. وشاد من بلدة طوبة الزنقرية، تحياتنا لإلك. وقصي زعبي من طمرة، شكرا جزيلا. ومعانا هون العمر كله، شكرا جزيلا عمر كله يا احلى لينا، شكرا. بس من مين؟ من ألاء من وادي سلامة، شكرا يا ألاء من وادي سلامة. وشكرا لكل اللي باعتين، كل عام وانت بخير، عشان ما نقرأهن كلهن وخلي مجال للأشخاص اللي جاوبوا صح. فتحياتي لكل حدا بعت ولو كلمة أو معايدة أو رسالة، شكرا جزيلا ولكم بالمثل. وعلاء ألين زعبة من كفر مصر، تحياتنا لإلك. ولطيفة نصار من عرابي، شكرا لكل شخص جاوب صح. وبعد كملوا بالجواب عبين ما نرجع السلع عند أيان. أيان أرجع لعندك، حكينا نروح عدالية الكرمل البلد الحلو، يعني قد ما انت تتقدم وتعمل مشاريع وانجازات بضل دائما بيتك او بلدك هو حضنك الاوفى، حضنك الاوفى وداعمك الاقوى بكل مسيرتك الفنيه من بداياتك للنهايه. بتحس وكانه البلد والبيت والعيله ان اكثر الناس اللي لا يمكن يجوا يطبطبوا لك ويجاملوك، اني دائما طبعاً عم بيحكوا لك شو الصح وشو الغلط، طبعاً شو الاغنيه اللي ظابطه معك شو الاغنيه مش ظابطه. اكيد اكيد. انا اول شيء بوجه تحيه لكل سكان دير الكرم اللي عم يحضروني، الف شكر للجميع، وطبعا لجميع سكان البلاد، اهلي وعيلتي واهل بلدي طبعا لهم فضل يعني علي من بداياتي. اول ما بلشت كان غادي اول حفلات صغيره، وزي ما قلتي دائما قد ما الواحد يروح ويرجع اخر شيء بيرجع على بيته على حضن. مين اكثر حدا هيك بدعمك بالعيله؟ بالعيله يعني شو تقول لك، ابوي وامي داعميني كثير، عندي اخوتي صغار. في كمان حدا انت بتحبه وعلاقتك فيه جدا خاصه بالعيله؟ كمان حدا انا بحبه وعلاقتي خاصه، يعني اكيد الام والابو اكيد اني دائما داعمينك. اخي اخي صغير والعيله والاخ والاخت اخي صغير واختي. طب تقول مساء الخير عشان انا بحب افاجئ ضيوفي دائما. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. الو مساء الخير. عرفت مين الصوت؟ استاذ ايان، احنا بنتمنى لك التوفيق في مسيرتك، مسيره صعبه وشاقه، لكن عندك ثقه بنفسك عاليه، واحنا نتمنى انك تمشي في هذا الطريق، هذا النجاح اللي انا شايفه. انت ما فيش عندك شيء اسمه مستحيل. الله يسلمك. اللي عم يحكي بيكون جدي ابو زهر رباح فرو. شو بتحب تحكي له؟ هو سامعك، هو معانا على الهواء. انا سامع في لهم فضل كبير علي. جد وستك كمان. جدي وستي، انا سامع. جدي وستي فضل كبير علي، ربوني. تفضلي. مساء الخير. مساء الخير ام زهر، كيفك؟ ايوه مساء الخير للجميع. مساء الورد. منور ايام، منور الذات حبيبي. تسلمي. اهل دار جدي، احنا ماشيين في المسيره تبعت ايام من يوم ما هو بدي، من سن 6 سنين، وايام على الكلاسيك بيطلع بيعمل احتفالات، ونحن كثير فخورين فيه وفخورين في مسيرته الحلوه، فخورين في مسيرته الحلوه، ونتمنى له النجاح الدائم ان شاء الله في كل اعماله، والحمد لله كلها ناجحه اعماله. تسلمي زهر. اول شيء بدي اوجه لهم تحيه. هني سامعينك. سامعيني؟ سامعيني هذا مباشر مش رساله صوتيه. طلعوا. اول شيء شكرا عم تحضروني، دائما بيحضروني ودائما بيبعثوا لي، ولهم فضل كبير علي وانا بحبهم كثير كثير، يعني شيء لا يوصف. تعلق فيهم دائما جدي وستي، يعني ابدا شيء عندي. مشكورين كثير، وكانت مفاجأة كثير حلوة.
كثير حلوة. أنا من الناس اللي بحب جدا هيك الجد والجدة، بحب دائما نكون بجانبهم ونضلنا معهم. آه لا إن شاء الله. والأحلى من كلماتهم الحلوة ودعواتهم الحلوة. دعواتهم من القلب وكل شيء بيقولوا لي إياه بيكون من القلب، إذا هذا صح وإذا هذا غلط. وإن شاء الله يا رب بتمنى لهم بس العمر الطويل والسعادة ويضلوا فوق راسي. تحياتنا لكم أبو زهر وأم زهر، إحنا كتير كتير مبسوطين لمشاركتكم معنا، وهيك بتمنى تكونوا دائما فخورين كمان بأيام. تسلم، إحنا فخورين كتير فيها، بنتمنى لكم كل السعادة والنجاح. شكرا جزيلا لكم وتصبحوا على خير. هنا فكرة الصوت كان عم بيرد، هنا عم بيحضروك حاليا كل هناك مجتمعين حوالين الشاشة وعم بيحضروك وبتابعوك، وضعي شيء كالقد ببسط متأثر مبسوط انه عم بيحضروك. لعبتيها يا لينا. يعني عرفت اجيب لحدا صح، انت ما كنتش متوقع فكرة. لا لا، هو يا جماعة هو عارف ان انا محضرت له مفاجأة، فعم بيسأل وعم بتحذر وعم بيخمن. خمنت انه ممكن نكون؟ لا لا ابدا ابدا لا، بس مفاجأة حلوة اكيد. كثير حلوة كثير حلوة، احلى مفاجأة. احلى مفاجأة اكيد. الله يخلي لك اياهن ويطول. سلامي. بعمرن ويطول بعمر اجدادنا جميعا وجداتنا جميعا. ديروا بالكم عليهم يا جماعه، اللي هن مكانه خاصه في القلب وخليهن بالبال وبالعائل دائما وابدا. فهيك بدنا نروح على الاجوبه، شو رايك اسام؟ يلا نرجع وبعديها قبل الفاصل لازم نسمع منك كمان شيء. تمام يلا حتى نشوف مين الاشخاص اللي جاوبوا معنا. كامله عياش من طمره، تحياتنا لك يا كامله عياش من طمره. بدي اورجيك الرسائل الموجوده معنا هون، وعبين ما تهدى الشاشه شوي بدي ارجع على الحزيره. شايف الرسائل؟ اوه شايف كيف تركض؟ انا شايف على الايفون يا جماعه عمالكم. طيب هاي الرسائل كلياتها عبما تهدى الشاشه شوي بدي ارجع الحزيري كمان مره. لمين قصيده كزهر اللوزي او ابعد؟ اللي عارف القصيده لمين يبعتنا برساله على رقم الواتساب اللي قدامكم على الشاشه. كزهر اللوزي او ابعد، واحده من اروع القصائد. واللي بعده مش عارف القصيده بنصحكم جدا انكم تقراوها، او الاحلى طبعا انكم تسمعوها بصوت الشاعر. حتى نشوف مين الاشخاص اللي جاوبوا صح معنا. ويا جماعه الشاشه مش قابله توقف، فبدنا نشوف مين في جواب صح لوصف زهر اللوزي. لا موسوعة الأزهار تسعفني ولا القاموس يسعفني. فمين معانا جواب صح؟ رشا ميعاري. من وين يا رشا ميعاري؟ من شفا عمر. تحياتنا لك الأهل شفا عمر وجوابك صح. وفوفو وأفنان وسهام شقير، تحياتنا لكم. تحياتي للبرنامج من ميرا يزيد ياسين. من وين يا ميرا يزيد ياسين؟ مش كاتبة من وين، فتحياتنا لك وجوابك مزبوط كمان. ومعانا هتا نشوف مين في أخرى أشخاص بعتين جواب صح. شكرا لكل المعايدات اللي بعدها عم تصل، وانتم بألف خير وانتم كل الخير كمان. بدنا نشوف مين في كمان بعد جواب صح. شيماء، من وين يا شيماء؟ من المشهد. شيماء مروان سليمان من المشهد. ومعانا كمان مساء الخير منورين قناة هلا. معانا زهور من دالة الكرمل، هاي احد زهور وازهار دالة الكرمل معانا بالرسائل، فتحياتنا لك ولاهل دالة الكرمل. وبراءة بركة، تحياتنا لك. وبراءة بركة من الناصرة. وفي معانا بنان رباح من دير حنا، وحنان من كابول كمان تحياتنا لك. وكرم خطاب من الناصرة، ويزن عزايزي من دبورية، وسهير جبارين كمان تحياتنا لك. وحسن ابو منصور من ام الفحم، ومحمود حاج يحيى كمان تحياتنا لإلك. ومعانا كمان اقرأ الجواب، أكيد بقرأ الجواب مين بس اللي كتب. من كوكب أبو الهيجة، هتنشوف الرسالة من مين بس. السلام عليكم مساء الخير، معاك محمد وبهاء. من وين يا محمد وبهاء؟ من رهط، تحياتنا لكم ولأهل رهط جميعا. وبدنا نبعث تحية كمان لأبو الوليد خالد سالم وسامر، تحياتنا لكم فردا فردا لكل الأشخاص اللي بعتوا أجوبة. وخليكوا عم بتجاوبوا، بعد شوي بنحكي لكم الجواب الصح. أنا لحد إسا شايفة الكل بعت صح. بدنا هيك قبل ما نطلع لفاصل نسمع منك أغنية. يلا. في مطرب أنت كتير متأثر فيه وكتير بتحب أغنيه ودائما بتغني. انت عاملة فحص كبير علي. طبعا انا عاملة عليك بحث، انا بعد البرنامج لازم يشغلوني محقق. محقق ببحث بالمعلومات على الاخر يعني. وبدي احكي لك سر، زمان وانا صغير صغير ما كنتش احب المطرب، لانه كان خلص هيك جيل الشباب، كل الشباب بحبوه بيحطوا غنانيه وبسرعوا بالشارع. بس فيما بعد لا يا عمي انا عم بظلم، المطرب رائع يعني، ومين انا تحكم عليه يعني؟ شو يعني شو انا تحكم عليه المطرب؟ احنا لا يتكرر على ابو وديع جورج والسوف. ابو الوديع جورج والسوف، تحياتنا لكل عشاق جورج والسوف اللي انا صرت منهم. السلطان صح، انا متاثر من جورج وبسمع له كثير، وقبل سنه ونص كنت قاعد انا وياته
ايه حضرت له حفلة ونشرت له صورة انت وياه، ونشرت له صورة وحققت حلم، ويلا نغني لجورج وسوف قبل ما تحقق حلم وتغني معه. انا غنيت له، غنيت له نحن وقاعدين، اما الاشي ما انتشرش يعني، ما هن يعني الطلب كان انه الفيديو ما ينتشرش. انا طماع بدي تغني معه، غني يعني معه تعمل عمل فني معه ان شاء الله. ليه لا ان شاء الله، يلا هات نسمع. يلا يا رب. يا بي عين الهوى شوفوا دوالي، عاشق وقلب انكوى والعشق كان ليا. يا بي عين الهوى شوفوا دوالي، عاشق وقلب انكوى والعشق كان ليا. معرفش ليه الهوى مش جاي ليه عالهوى، معرفش ليش الهوى مش جاي ليه عالهوى. مجروح يا ناس والدواء غالي لك غالي، يا بغالي غالي غالي ومش لي. يا بي عين الهوى شوفوا دوالي، عاشق وقلب انكوى والعشق كان لي. هلا حبيبي زي القمر علمني معنى الصار، ويا دب لمح البصر صح الهوى بيا. حبيبي زي القمر علمني معنى الصار، ويا دب لمح البصر صح الهوى بيا. معرفش ليه الهوى مش جاي ليه عالهوى، مجروح يا ناس والدواء غالي لك غالي، يا بغالي غالي غالي ومش ليا. يا بي عين الهوى شوفوا دوالي، عاشق وقلب انكوى والعشق كان لي. الله يا حبيب قلبي يا غرام يا حارم عيني، عيني عيني من المنام. يا حبيب قلبي يا حبيبي يا غرام يا حارم عيني، عيني عيني من المنام. فرحة فؤاده بليالي سهاده، فرحة فؤاده بليالي سهاده. عذبكم راحة 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 وأنا بصراحة، عذبكم راحة 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 وأنا بصراحة بكل صراحة. قلبي بعذابه كتير فرحان، قلبي بعذابه كتير فرحان،
الهوى سلطان، الهوى سلطان على القلوب، الهوى سلطان والهوى سلطان، الهوى سلطان يا عاشقين، الهوى سلطان، الهوى سلطان، الهوى سلطان يا عاشقين، الهوى سلطان. اشكي للزمان يقول للزمان يا زمان، اشكي للزمان بيقول للزمان، على القلوب الهوى سلطان، على القلوب الهوى سلطان، الهوى سلطان، الهوى سلطان، على القلوب الهوى سلطان. شكرا. يعني خليتني هيك أدندن أنا كمان، وانت عارف الصوت والكارت هيك اندمجت بالغناء يا جماعة. الله سطر، ما حدا سمع صوتي عبال صوتك، اسم الله عليك شو هالصوت اللي بجنن جد، صوتك رائع. وكمان شكرا للعازف اللي معنا أكيد. هيك بعد هالأغنية الحلوة بدنا نطلع لفاصل، ما تروحوش لبعيد، خليكم معنا بعد الفاصل، تستناكم أغاني وكمالة حلقة رائعة. مساء الخير، رجعنا لحتى نكمل الحلقة الخاصة والاحتفالية والمميزة فيكم وبمشاركتكم، وكمان بضيفنا الرائع، بضيوفنا الرائعين، العازف راوي حلبي، وكمان المطرب أيان، المطرب الشعبي أيان. هيك على فكرة انت شفت انه في كتير بيبعتوا لي رسائل هذا مطرب شعبي، انه صوتك قريب من الشعب، في كتير رسائل لك. لك لقب مطرب الشعبي ولا هيك بالصدفة؟ بالصدفة. طلع اول شيء بوجه للجميع، كل حدا بعث لي تحية جاله التحية، انا مش قادر اشوف من كثرة الرسائل يا جماعة، بس انا قدرت اوصل له. الف شكر للجميع، وعن جد بدعي الكل يفوت يسمع الاشياء اللي انا بنزلها عندي ويشوف. ممكن تقولي عني مطرب شعبي، ممكن تقولي عني مطرب اعراس ومنتزهات، ممكن بعد الرسائل اللي انبعتت وانا متأكدة انه اغلبهم بيعرفوش بعض، فيش صلة ما بين المرسلين، يعني بتلاقي كتير رسائل من كل بلاد، من كل الاعمار عم بيبعتوا لنا، فلما العديد بعتوا لك المطرب الشعبي واجمعوا على مطرب شعبي، فمن القناة ومن البرنامج اطلقوا لك لقب خلص من اليوم المطرب الشعبي. ايان حمادي المطرب الشعبي. ايان قبل الفاصل كنا بحزيري وبدنا نحكي الجواب اسا لحتى يلا جديدة. انت عارف الجواب صح؟ انا بفكر اني عارف. انا رح اقول لك صح ولا غلط، بدي ارجعكم على الحزيري كمان مره وانا بحكي لكم الجواب اسا، او ايان بحكي الجواب وانا بحكي لك اذا صح ولا غلط. لمين قصيده كزهر اللوزي او ابعد الرائع والراحل؟ محمود درويش. صحيح طبعا، كل الاشخاص اللي بعتوا وجاوبوا محمود درويش فالجواب صح. قصيده كزهر اللوزي او ابعد للراحل الرائع الشاعر محمود درويش، هاي القصيدة المعروفة جدا جدا جدا، واللي كتير عم بشوفهم بيكتبوا وبيأخذوا جمل، بيقتبسوا جمل من القصيدة خاصة في موسم زهر اللوز الحالي. فتحياتنا لكل الأشخاص اللي جاوبوا صح، وبدنا نقرأ هيك بعض الأجوبة المضبوطة للأشخاص اللي جاوبوا صح. معانا هون مرح عمران من هضبة الجولان، تحياتنا لهضبة الجولان، يعني لهم معزة خاصة أكيد أهل الجولان، تحياتنا لكم، وتدفوا منيح في الجولان، عندكم هيك ثلج وسقعة فديروا بالكم على حالكم في الجولان. وشكرا جزيلا على كل المعايدات اللي بعدها عمال بتصل. شكرا رانيا فاعور حبيبتي لنوش، عيد سعيد يا عمري، يلا شدي حالك بدنا نسافر هاي المرة خلص ان شاء الله بعد الكورونا يا رانيا. انا وانت كل المتابعين والمشاهدين هاي بدعي دعوة جماعية انا الي وإلكوا جميعا، نسافر وننبسط وتروح الكورونا ان شاء الله يا رب، وهيك نختم كل هاي الفترة. وانا حكيت من البداية انا بتفائل بشهر اذار، فلما اجى اذار ان شاء الله تحل البركة مع هذا الشهر ينتهي الوباء بإذن الله. وشكرا على رسالتك، شكرا جزيلا على كل المعايدات. ومعانا هون الأشخاص اللي جاوبوا صح، حنان مالك بصول، شكرا لك يا حنان مالك بصول من الريني، ومعانا عبودي عياشي من كابول، وتالا شقير من الرامي،
بشارة من الريني، نورهان أشرف شلبي من إكسال، وأبو الوليد خالد سالم، وسامر كمان من سالم من طمرة. تحياتنا لإلكم، مساء الخير معاكم. نافس شريف تحياتنا لإلك، ومن وين بس مش كاتب من وين، ابعتولنا الاسم مع البياض مع البلد آسفه. برنامجكم بجنن ومنورين، شكرا جزيلا لإلك. مين بس اللي بعت الرسالة؟ رشا معاري من شفا عمر، شكرا يا رشا. تغريد إبراهيم محاجني من أم الفحم، جنى وني من شفا عمر، ومعانا كمان هون مين هاي الشخص اللي بعت الرسالة، أنيل بلاد قزل من المغار، شكرا جزيلا لإلك يا أنيل. ومعانا كمان هتقرأ آخر رسالة من مين، براء بركي من الناصري، حنان من كابول، وبنان رباح من دير حنا، كرم خطاب من الناصري، سهير جبارين. تحياتنا لكل الأشخاص اللي جاوبوا صح. هيك يا حزير، بما أنه عم نحكي شهر الثقافة فكان لازم تكون الحزير الأولى جاي من عالم الثقافة والشعراء، ولما عم نحكي عن شعر وعم نحكي على شهر الثقافة مين بدنا نجيب قصيدة غير عن قصيدة الراحل محمود درويش. القصيدة الثانية سهلة، بدك تحاول إسا أختبرك كمان مرة يا حبيبي. جبت صح بالحزير الأولى أنت. هاي ممكن أطفالنا يحلوها، تخيل أنا عم بحكي لأطفالنا ويطلع أيان إسا مش عارف الحزير. بدك أيان زبط معنا تمام. يلا. بشتروني عشان يأكلوا بس ولا مرة أكلوني، إذا عارف الجواب ما تحكيهوش. بشتروني عشان يأكلوا بس ولا مرة أكلوني، مين أنا؟ تفضلوا جاوبوا إذا عارفين الجواب، بنفع تخمنوا وتشوفوا شو حسب رأيكم الجواب الصح، وتبعتوا لنا على رقم الواتساب اللي قدامكم على الشاشة وإحنا نقرأ الأجوبة المضبوطة. أو بقدر أساعدكم كمان شوي مش إسا، شو هو اللي بشتروني عشان يأكلوا بس ولا مرة أكلوني؟ تمام؟ عارف ولا؟ حسب رأيي هاي ممكن يكون في عدة أجوبة، هاي لها صح، لها أجوبة. صح لها يعني عدة أجوبة، يعني أنا ممكن أقول مثلا حسب رأيي. ما تقولش الجواب، أنا حاسة إنك أنت عارف. أوكي خلاص، معناها ما تقولش الجواب لأنك عم بتقول عدة أجوبة وبلشت بدك تحط أمثلة. لا معناها خلاص تمام أوكي. يلا يلا ما تقولش الجواب. وقفنا، بدنا نروح على هيك سؤال اللي أظن مهم لإلك ولكل فنان ومطرب محلي في كل الفترة اللي مرقت مع الأعراس اللي التغت. أكيد هنا بتحس إنه الوضع صعب مش بس على الفنان كمان جميع. على القرسان يعني مش إشي طبعًا. سهل، وما حداش بحب إنه يلغي طبعًا. فرح وتحضيرات من أول وجديد كل الوقت، وإنتوا كمان أكيد كان عندكم ضغط. طلع بدي أقول لك إشي، عالم الفن هو مش بيبني بس من مطرب، عالم الفن مبني من مطرب لعزفين لساوند من اللي بيشتغلوا في السماعات، مهندس الصوت، للناس اللي بتركب أضواء للمسارح، كله بيكمل بعضه. يعني هو مش بس مطرب، المطرب وراه في ناس، وهي الناس أنا بفكر اتأذت كثير هاي الفترة، بس إن شاء الله إن شاء الله قريبا رح تفتح الأمور. أنا هيك حاسس، يعني بعرف إيش ليش عندي إحساس خلاص عميق. أنا بشرتكم إنه أدار الخير أجا. مع التطعيمات إن شاء الله الأمور. تطعمت انت؟ انا اخذت اول ابره، الابره الثانيه كمان بعد لك، الابره الثانيه بطمني بعدين اسبوع بس التانية. بس خلص بحكي معك بقول لك تمام. طلع انا بدي الكل يروح يطعم في الاخر، هذا اخر طريق لنا انه نقدر نخلص هذا القصه، وانه عن جد خلاص زهقنا، خلينا نرجع الحفلات والاعراس ونشوف الكل بالمناسبات الحلوه، لانه الدنيا يعني صارت مفلسه بلا الحفلات وبلا الاجواء الحلوه، ونشوف كل الناس مش بس في اعراس، في امسيات حلوة، في ترجع الحياة الطبيعية كلها. وبعدين عم بيبعتولي سفر ومش سفر، نرجع نسافر يا جماعة. سفر، لعبة كرة قدم بدي اروح احضر صح. زيارة لعند جدك وجدتك زي ما لازم، زي ما لازم. من غير خوف. تحية كمان مرة، بما انه عم نحكي على التطعيمات وانت عم بتحكي انك حاسس انه الامور رح ترجع الى طبيعتها كمان فترة إن شاء الله. بما معناه رح ترجع الاعراس عندك، محضر انت لما هيك جاهز لموسم الاعراس؟ طبعا مستني الموسم الاعراس على نار. انت عارف يعني منافسة قوية، يعني قوية. كله كان قاعد، كل صح المطربين صح قاعدين، وكلهم عملوا أعمال وأغاني جديدة، ومنافستكم بين بعض لبعض أنتو جدا قوية هيك ما بعد العودة. صح، المنافسة قوية، كل واحد في شطارته في صوته في ناسه. أنا شخصيا محضر حالي لموسم أعراس يكون ملان، مع الفرقتي، مع شو أنا عم حضر في صوتي وفي في في التمارين عندي. يعني كمان من هون انت عم بتقولي منافسة، انا بدي نافس. اطلعي رح يكون موسم حلو ان شاء الله، طبعا اذا راح الكورونا رح يكون موسم حلو،
وكل واحد له ناسه، والحمد لله كل واحد له رزقه، له جمهور، واكيد جمهوره، يعني ما حدا باخذ رزق حدا ولا حدا بيقدر ياخذ جمهور حدا. انا بقول انه في منافسه، بس في الاخر كل واحد بياكل رزقته، هيك انا بفكر يعني. فهذا الشيء بس بتصعب عليك اكثر، يعني لما الساحه فاضيه بفرق بين ما تكون ساحه بدي اسميها شرسه بالمعنى الايجابي، شرسه بمعنى انا بدي اثبت حالي وهو بده يثبت حاله، وانا بدي اعمل اغاني، انا عملت اعراس اكثر، يعني لا يعقل واحد يجي يحكي انا المطرب الاول وهو بكل السنه مش عارفه شو المقياس عند المطربين، مثلا يحكي انا وهو عامل 5 اعراس ويحكي لك انا المطرب الاول، يعني هون في اشياء تثبت انك انت مطرب. في الاخر كل مطرب له شيء بيميزه، والعرسان لما هن جايين بدهن ايان، فمش مهم قد ايه في منافسه، اول شيء بده يحكوا مع ايان. إذا هون جايين يحكوا مع مطرب ثاني من غير شو اللي بيميز أيان؟ اللي بيميز أيان يعني أنا لسه بدي أحجز لعرس، وأنت هون صدقت معك حق إنه في مرات أعراس بقولوا لا هذا المطرب مناسب أكتر لهذا العرس، هلا هذا المطرب مش مناسب لهذا العرس، بده مطرب تاني اللي هو مثلا بغني عتابة أكتر، مطرب هذا بنفعش لسهرة عروس وهي تقال أكتر، بنفعش لسهرة عريس، بدنا واحد يغني عتابة طرب شبابي أكتر. حلو. أنا بدي أقول لك أنا بشكل شخصي بشتغل سهرات عروس، بشتغل اعراس عريس وعروس، بشتغل حفلات شباب، يعني انا طلعت بلايم لكل هاي الثلاث امور. فاهم علي كيف؟ بس انا شو بميزني، في ناس بتلاقي بصوتي شيء غير، احساس غير. انا حفلاتي كل الحفلات اللي بعملها بتطلع ناجحه وبيكون فيها جو كثير حلو، فهذا الاشي بميز. في ممكن في مطربين مثلا يكون حفلاتهم شوي هادية فيش فيها كثير جو، في مطربين اللي بيغنوا بس لون واحد اللي يكون لون اللي كل مش السهرة، مش الكل بحبه. فاهم كيف؟ فأنا بقول انه مثلا انا الاشي اللي خاص فيي انه انا ممكن انوع، وحفلاتي دايما بتكون ناجحة. حلو الانسان ينوع، يعني هو طبعاً كمان ممكن يكون صعب حتى باغاني الخاصه، حتى باغاني الخاصه عندي اغاني حزينه، اغاني فرحه، اغاني عرس بنت الاصول مرتي، عندي اغنيه اللي اسمها بنت الاصول بدنا مرتي. نسمع شيء هسه؟ ما نسمع شيء هسه، بما انك عم بتقول بنت الاصول بنحب، يعني يا بنت الاصول يا عتابه، يا عتابه يلا عتابه. حلو يلا ننوع، انت حكيت على التنوع يلا. اعطينا يا راوي. هل يا بلي أزعم شوفن يا بالبال، هل يا بلي أزعم شوفن يا بالبال، هواك دمع الهدوم ايه يا بالبال، هل دخيلك مر من صوبن، هل دخيلك مر من صوب يا بلبل، سمعني تغاريد الحبايا يا 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 حي الزمان، حي الزمان اللي جمعنا ولمنا، حي الزمان اللي جاء معنا ولا همه هينا، وحي الزمان اللي جاء معنا، هل يا بي يا بي، هل يا بي يا بي، بعد ما كنت عدروب أهل الحب خطي وقعت بحبها وضيعت خطي، هل بعدي الكتاب والكلمات، بعدي الكتاب والكلمات يا والخطي، هلا بوس كل كلمي على الكتاب، ويل يا ويل، والمجد معمرها والعز مزمرها، بالمجد معمرها
بالعز مزنرها يا بعلياني علياني علياني عالريح القضوي ناطرها والمجد معمرها بالعز مزنرها بالمجد معمرها والعز مزنرها لك علياني 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 عالريح المضوي ناطرها زرعنا تلالك يا بلادي زرعناها قلوب ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب من تل الكعب الوادي غني للطير الشادي من تل الكعب الوادي غني للطير الشادي يزرع حبك يا بلادي ونشرنا طيوب والكف والكفا هلا هلا خضرة ورح تبقي خضرة يا أحلى مروج رح تبقي خضرة خضرة والعطر يموج خضرة ورح تبقي خضرة يا أحلى مروج رح تبقي خضرة خضرة والعطر يموج هو ترابك مرجان هلا محروس ومنصان ترابك مرجان ومحروس ومنصان هل سق الله سق الله يوم هل سق الله سق الله يوم بتصيروا لنقرا ونملي من منابعكم لنقرا يا هل وتصيروا لنا أهل هل وتصيروا لنا أهل لنقرا وبعدهم طيبين وبالحياة والمجد معمرها بالعز مزمرها والمجد معمرها والعز مزمرها يا بعلياني علياني علياني عالريح مضوي نطرها يا سلام يا سلام يعني هيك بالعتابة أخذتنا على محل تاني مكان آخر بما أنك حكيت على التنوع يعني فهيك رحنا على مكان آخر يا جماعة هو بنوع ما بين الإحساس وما بين جورج وسوف وكمان صح. العتابة بتحب تنوع أنت أنا مجبور كمطرب أعطي كل أذن مستمع حق يعني في ناس اللي هي أشخاص اللي بتحب الطرب الثقيل زي ما بيقولوا في ناس اللي بتحب تسمع أغاني الرقص الأغاني الجديدة اليوم طالعة الدارجة. فأنا مجبور كمطرب كعمل يعني من مهنتي أنه أعطي حق الجميع أنه الجميع يجي على سهرة ويسمع من جميع الألوان وكل بني أدم كان في السهرة يسمع لولا شوي اللون اللي بحبه يعني عشان نعطي حق الجميع ضل علينا لون اللون الجديد اللون الجديد هذا نخليه للآخر نختم فيه يلا نختم الحلقة بالآخر بدنا نروح على الأجوبة بدي أذكركم الحزيري كمان مرة وفي شخص جاوب أشك إنه بقربك أخوك راز حمادي راز أخوك أخوي تحياتنا لراز حمادي راز أخو يعني مش هالأسامي الحلوة كلكو راز وأيان إيش في كمان عندي كمان أخت اسمها سماء سماء أيوة يا عيني سماء وراز يعني لا أهلك هيك اختاروا بعناية الاسم أيوة بالاسم وكان بحث هيك شو الأسماء كان بحث تحياتنا لكم للأهل وللعيلة ولراز وسماء وكمان أيان الموجود معنا هون تسلمي بدي أرجع الحزيري كمان مرة جواب شو صح هو؟ أخوي جاوب أخوك جاوب صح جاوب صح جاوب صح حلو جاوب صح بس مش راح يغششك أخوك يعني الحزيري كمان مرة شو هو اللي نشتريه أو بيشتروه لحتى نأكل بس ما منأكله يشتروني ليأكلون ولكن لا يأكلوني شو هو هات نشوف الأشخاص اللي جاوبوا صح تحياتنا لأم السلطان إشقير نجاح إشقير من الرامي ومعانا هون كمان عيسى داهود من الفريديس والله برنامجكم حلو ومشوق يعني إشي روعة وشكرا والله أنت اللي بتجنن ودائما برنامجنا بجنن لما أنت عم تحضرنا ودائما برنامجنا روعة وروعة أكثر لما أنت بتتابعنا فخليك عم بتتابعنا دائما مساء الخير ويعطيكم العافية معانا مريم هاني
سليمان من المشهد، وكمان جوابك صح يا مريم، مريم دائما بتجاوب صح. مساء الخير معانا ألفت، ألفت مصاروي من الطيبة، وشادن من بلدة طوبة الزنغرية، ومعانا آية عيادي أو عايدي، حتى أنا وين أشوف الرسالة يا رب أرجع أمسكها، مسكناها. آية عايدي من المغار، تحياتنا لآية عايدي من المغار، وسلام عليكم لينا عبال 120 أخت لينا، وسلام للمطرب الشهير، هاي تحياتنا لك كمان، بعتوا لك تحية من جواميس إبراهيم، تحياتنا لك يا جواميس إبراهيم من القدس، أظن أنا صرت حافظة هيك أغلب الجمهور المشاهدين لأنه كان يتابعنا دائما. تواني أشوف من الزرازير، آسفي من الزرازير، تحياتنا لإلك ولا أهل الزرازير. وفاطمي معاري من شفا عمر، معانا كمان سلمان من كفر سميع، وهم نبعتوا لك أيان صوتك بجنن بالنجاح إن شاء الله. من نجلة مرعي من الفريديس، هون في معانا كمان شخص جواب صح، أنا شايفي كل الأجوبة صح، فخلينا أقول الجواب أو هن عدة أجوبة. الصحن صح، احنا قلنا ما قلناش انه هو للاكل، قلنا بيشتروني عشان ياكلوا، انا ما قلتش بيشتروني عشان ياكلوني، بيشتروني عشان ياكلون عشان ياكلوا، بس ما بكلوني. الصحن لا يؤكل يا جماعه، طنجره، معلقه، هو عم بيأشر لي بيعمل لي ايان هيك صح، زلفي عم بدلني معلقة. يعني الماء الزلفي الكلون زلفي بزبط يا جماعه، زلفي او معلقه اللي بدكم اياه، مشوها على اللهجه اللي بدكم اياها. تحياتنا لكل الاشخاص اللي جاوبوا معنا صح، يعني من البدايه حكينا راح تكون حلقه استثنائية احتفالية، حلقة رائعة جدا جدا، وبما انها حلقة رائعة لازم نختم بأغنية هيك جديدة، وقبل ما نختم بأغنية جديدة بدنا تعطينا هيك سكوب خبر حصري للبرنامج وللقناة، شو عم بتحضر لقدام غير انه عم تشتغل لتحضير للأعراس. طيب في هالفترة زي ما قلتي بنحضر للأعراس. اللي تابعني وشاف انا كمان في اخر 3-4 أشهر، حتى لو انه ما كانش في اعمال فنيه، انا طلعت اعمال فنيه، طلعت اغنيه جديده وطلعت اغنيتين اللي هن كفر، عملت لهم تصوير فيديو كليب لثلاثتهم يعني. ان شاء الله راح يكون في شيء جديد على عيد الام، لعيد الام. وعم نشتغل على راح نشتغل على الديسك وصلات للاعراس كمان. يعني عم تستناكوا شغلات جديده ورائعه بالنجاح بكل خطواتك. بنحب نسمع إشي للختام وبعدها بنختم الحلقه. يلا نسمع اللون الجديد انت بدك صح؟ بدنا اغنيه جديده. طب عبين ما تختار إشي هيك تحب تغني لنا اياه، خليني اختم الحلقه وانت بعديها بتغني. يلا. ونختم معك المره مش معي. انا بدي اقول لك شغله، اذا في اذا الناس حابه شيء اغني. الناس يا سلام قد بعتين يا ري. والله انا ما عنديش مانع اذا بتحب ترد على رسائل الجماعه هون. اسمع اعملي هيك، انا متاكد متاكد سوري سوري. يلا سوري ماشي، ما طب ممكن انت بتغني وبعديها بنختم. يلا تفضل. يلا أنا عم جن عليك، عم بشتاق لك، ما فيني كون إلا جنبك، عم جن عليك عم بشتاق لك، ما فيني كون إلا جنبك. تعي يا عمري ضلك حدي، نامي ع صدري زندي مخدي. تعي يا عمري ضلك حدي، نامي ع صدري زندي مخدي. عم جن علي، عم بشتاق لي، ما فيني كون إلا جنبك. تعي يا عمري ضلك حدي، نامي ع صدري زندي مخدي. تعي يا عمري ضلك حدي،
نامي عصيدري زندي مخدي كنت شوفك قلبي يطير من الفرحة أنا أغني طبيب جراح الهوى سلطان من يوم الغابت عني حسا فاضى عمري وياك يا ويلي ما قدرت انساك يا ساكن في نظر عيني تعذبني على لقياك كنت شوفك قلبي يطير من الفرحة أنا غنيت طبيب جراح الهوى سلطان من يوم الغابت عني حسا فاضى عمري وياك يا ويلي ما قدرت انساك يا ساكن بنظر عيني ذكريات ذكريات هسا حبنا ذكريات قلبي مات هذا مات من عفتني قلبي مات ذكريات ذكريات هسا حبنا ذكريات قلبي مات هذا مات من عفتني قلبي مات ذكريات كذابة والأشواق غلابة ذكريات كذابة والأشواق غلابة أدي الليل بجراح ونارو أدي عذاب وأدي مرارو نسر نعشق ويا جراحو شوف كم واحد لا 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 لا, لا أنا بنسى دوم أفكر بي ليش أنا بهواك وليش ليش بحلم بيك ليش أنا حبك جنون ليش أنا بعدك مكون ليش أنا نظرة عيون صخري قلبي إلي من كلام كم هويتك ومن غرامك كم شكيتك ومن ملامك كم لقيت بعد غيبة سنين يلا ولي ولي اللي يعشق ما يلام مش غريبة لو ما نام لا عجيبة يقول الله لا عجيبة يقول الله وبغرامه يدوق الويل ما يدري نهار شبه الضايع يا ولدة شبه روحي 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 ليعشق ما يلام مش غريبة لو ما نام لا عجيبة يقول الله لا عجيبة يقول الله وبغرامه يدوق الويل ما يدري نهار ومن ليل شبه الضايع يا ولدة شبه الضايع يا ولدة ليش أنا حبك جنون ليش أنا بعدك مكون ليش أنا نظرة عيون صخري قلبي إلي من كلام كم هويتك ومن غرامك كم شكيتك ومن ملامك كم لقيت بعد غيبة سنين سنين
شكرا. يا سلام يا سلام، يعني مش عارف قديش هيك فوتت فرح على البرنامج وعلى الاستوديو وعلى البيوت، صدقني لك عن جد عملت جو رائع جدا 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 وانبسطنا كثير. انا شخصيا انبسطت كثير، مش جاي عبالي انهي يا جماعه، مش جاي عبالي اختم الحلقه اليوم، ضلك اخرى ساعتين ثلاثه والله وراك. انا مبسوط، يلا ضل وراك وش انتوا يا جماعه ولا شو، ضلوا معنا ساعتين ثلاثه، انا لو علي بضل كمان ساعتين ثلاثه عن جد. حلقه هلا بفكر انه نحن كمان والمستمعين مبسوطين، كنا ما نضلنا بعد ساعتين. ان شاء الله خلاص بنعوضها بكمان حلقه. ايان عن جد شكرا جزيلا، الله يسعدك، مشكور وجودك. اذا بتحب تحكي كلمه للختام. طبعا انا بحب اشكر جميع اللي حضرنا واللي شاهدنا واللي تابعنا، وانا بعرف انه الجميع عم بمر في فتره هيك مش حلوه وصعبه، ان شاء الله راح تمرق هاي الفتره وكل واحد عنده مشروع بالشو يكمله ما يخافش، وان شاء الله راح تمرق. وبدعي بدعي للكل انه ينجح وان شاء الله يوصل للي في باله. وبعد مره بحب اشكركم جميعا على المتابعه، وانا شفت الرسائل عن جد اشي مش من هذا النوع، مشكورين كثير. مشكور انت، شكرا جزيلا للمطرب الرائع ايان حمادي، هيك كون ضيف رائع جدا معنا، وكمان للعازف الرائع راوي حلبي، شكرا جزيلا لكل تابعونا. وبدي ارجع اشكر كمان مره، شكرا وشكر خاص من كل قلبي للرائع جدا 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 زايد زيد، كمان من محلاتي عندي على الفستان الحلو، وهذا قطعه واحده من بحر القطع الرائعه في فساتين محلات تي اند اي، اشهر من نار على علم يا جماعه المحل. فشكرا جزيلا للفستان الرائع، وكمان شكرا لامجد كيال صالون امجد كيال من جديده المكر على التسريحه والمكياج، فشكرا لكم، هيك زدتوا حلا على حلقه اليوم. شكرا لكل اللي تابعونا وبعثوا لنا رسائل، هالقد رسائل رائعه عن جد، شكرا لكل حدا بعث لي رساله وكلمه الي او معايده، كمان لمدير القناه برجع بعايده كمان مره باسمي وباسمكم، شكرا لكل شخص تابعنا، وبنشوفكم بحلقات قادمه، نراكم بخير، الى اللقاء.